وللحديث عن تمويل قطر للإرهاب وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار في العديد من دول المنطقة، لابد أن يقودنا إلى مهندس السياسة القطرية ومستشار الأمير القطري عزمي بشارة، والذي أظهر تسريب صوتي مخططه لزعزعة استقرار مصر، حيث أكد في التسريب أن قنواته الإعلامية الممولة قطريا تهدف لعرض وجهة نظر واحدة تمثل توجهاته وتوجهات مموليه، كما أنه ساوى في التسريب بين نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتنظيم داعش الإرهابي. احنا اذا مش جايين لنوازن كتلفزيون كوسيله اعلام بين شباب الميدان وبين حسني مبارك، او بين شباب الميدان وبين السيسي، او بين شباب الميدان وداعش. اذا السيسي وجهه نظر، داعش وجهه نظر. بالتاكيد داعش بالتاكيد وجهه نظر، لانه فيها الاف الناس وملايين، في ملايين اخر من داعش. احنا مش جايين نعرض وجهه نظر داعش كتلفزيون، بس كمان ولا السيسي. لاني وجهين لعملي واحد برايي. وفي ذات التسريب كشف عزمي بشارة عن أجنداته في استغلال الأزمة السورية، وهو ما يسعى لتطبيقه في عدد من الدول العربية، وذلك عبر استغلال منصاته الإعلامية التي تنشر الكذب لشراء الذمم والأراء التي تخدم أجنداته، إضافة إلى التعاون مع فصائل مسلحة وحركات إرهابية لتحقيق أهداف محددة. شباب التنسيقيات كلهم تحولوا لإعلاميين، وكلهم صاروا مبدعين بالإعلام، عم بيعملوا أفلام يا إما بتطلعوا كروه لبرا، يا إما بتشتروا أو بتجيبوا شو تشتروا بهيبينا، يعني اعملوا شبكات شباب ونشتري لهم كاميرات، واعملوا شبكة ناس حول التلفزيون يشتغلوا معنا، يعني اعملوا مبادرات. يعني أنا بعرف كيف هذا الحكي بنعمل، لأنه نظمت بحياتي مظاهرات وعمل مضربات وكذا، الواحد بيعرف يجيب شباب يلتفوا حولنا ويشتغلوا وينزلوا على المناطق الهي وكذا. يعني إذا الجزيرة عملت 50 مراسل بسوريا يمكن اليوم ملان شباب مستعدين. هذا قول سوريا، تخيلوا لو عملنا في فلسطين هيك، في المغرب هيك.